عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن ليسون 6. وقبل ما ابدأ ليسون 6 احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الطلاب. كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا اول باول. زي ما قلت هنبدأ مع بعض النهاردة ليسون 6 تور ماي سيتي، هنعمل جولة في المدينة بتاعتنا. أول activity معايا بيقول لي bot tour at the places which a tourist may visit، هنعمل tour على الأماكن اللي ممكن السياح يزوروها. And bot falls at the places which a tourist may not visit، وهنعمل falls أو cross على الأماكن اللي ما ينفعش السياح يزوروها أو ما تعتبرش أماكن سياحية. أول مكان معايا اسمه الأزهر موسك، مسجد الأزهر. هل يعتبر مسجد الأزهر من الأماكن السياحية؟ أيوة، الناس ممكن تيجي تتفرج على مسجد الأزهر زي ما بيروحوا المسجد اللي في القلعة، صح؟ يعتبر ده من التراث الإسلامي أو من الآثار الإسلامية. سكول، مدرسة. هل ممكن السياح يروحوا سكول يتفرجوا على مدرسة؟ طبعا لأ، دي لا تعتبر مكان سياحي. البيراميد، الأهرامات. طبعا السياح يقدروا يروحوا يتفرجوا على الأهرامات لأن دي من الحضارة الفرعونية القديمة، دي حاجة قديمة جدا وكمان تعتبر أحد عجائب الدنيا السبع، فبالتالي طبعا ليها مكان عند السياح وبينبهروا بيها جدا. كايرو تاور، برج القاهرة. هل برج القاهرة يعتبر من الأماكن السياحية؟ أيوة، لأن إحنا ما نطلع على برج القاهرة بنشوف مساحة كبيرة جدا من القاهرة، فده يعتبر من الأماكن اللي السياح بيحبوا يزوروا. يبقى فعلا كايرو تاور من الأماكن اللي ممكن نقول عليها مكان سياحي. تمبل أوف حتشبسوت، هل ده يعتبر مكان سياحي؟ طبعا، لأنه برضو من الأثار القديمة واللي تعتبر من الحاجات القيمة جدا اللي أي سائح يحب إن هو يزورها لما بيجي مصر. البوست أوفيس، مكتب البريد. هل مكتب البريد يعتبر مكان سياحي؟ طبعا لأ، دي حاجة مش تعتبر أبدا إن هي مجال إن السياح يجي يتفرجوا عليها. الكوبتيك ميوزيا، الكوبتيك ميوزيا اللي هو المتحف القبطي. هل المتحف القبطي من الأماكن السياحية؟ طبعا، ده متحف، يبقى أكيد يعتبر من الأماكن السياحية. الفاير ستيشن، محطات إطفاء الحريق، هل دي تعتبر مكان سياحي؟ لا، دي زيها زي البوست أوفيس كده وزيها زي السكول، مفيش سياح هيجوا يتفرجوا على الفاير ستيشن. ايجيبشن ميوزيوم، متحف المصري، طبعا ده من الاماكن السياحيه لانه بيضم قطع اثريه كتير جدا السياح بيحبوا ان هم يجوا يتفرجوا عليها. يبقى احنا هنا نقدر نفرق ما بين المكان اللي يعتبر مكان سياحي او مكان ليس مكان سياحي، ونقدر نعرف برضو ان مصر فيها اماكن سياحيه كتيره جدا. يعني بصوا احنا بس في الجزء اللي احنا شفناه دوت عدينا على اكتر من مكان سياحي ذو قيمه وممكن يكونوا دخل كبير لمصر لانه بيجذب السياح لمصر. وعشان تتابعونا بشكل افضل وتتابعوا مناهجنا وفيديوهاتنا، اشتركوا على صفحه الفيسبوك الرسميه لقناتنا قناه برايفت ماس ليسون، كمان اشتركوا على جروب الفيسبوك الرسمي لمناهج الساينس. Activity 2: Read the following story then color the pictures and answer the questions. هنقرا الستوري ونلون الصوره اللي تحت دي وبعدين هنجاوب على الاسئله. In the morning، الصبح، Adam the family woke up and then sat down to have breakfast. عيله ادم صحيت من نوم الصبح وقعدوا علشان يفطروا مع بعض. Father said، باباهم قال لهم، We will visit some tourist places in Egypt today and I will be your tour guide for this trip. قال لهم احنا النهاردة هنزور اماكن سياحية موجودة في مصر وانا هكون التور جايد بتاعكو او المرشد السياحي. نوها said it is a nice surprise where will we go؟ دي مفاجأة حلوة قوي، احنا هنروح فين؟ father said we will go to Giza pyramids and see the three pyramids and the sphinx then we will go to visit the Cairo tower. قال لها احنا هنروح الجيزة بيراميدز عشان نشوف الثري بيراميدز او الاهرامات التلاتة وعشان نشوف سفينكس ابو الهول. سفينكس هو ابو الهول وبعد كده هيروحوا يزوروا كايرو تاور او برج القاهرة.
يبقى احنا هنا تعرفنا على مكانين سياحيين، الجيزة بيراميدز اللي ممكن نشوف فيها الثري بيراميدز وسفنكس، كمان الكايرو تاور أو برج القاهرة واللي يعتبر مكان سياحي. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. ادم سيد، وير از ذا كايرو تاور لوكيتد؟ هو برج القاهرة موجود فين؟ فاذر سيد، ذا كايرو تاور از لوكيتد ان ذا ميدل اوف كايرو، في وسط القاهرة، next to Nile، جنب النيل. And when we get there we will see that it is very high، ولما نروح هناك هتشوف ان هو طويل جدا او مرتفع جدا. Adam said what is its height، طوله قد ايه؟ Father said its height is about 187 meters. Noah said it is wonderful and has a nice view. ادم سأل بابا هو فين برج القاهرة، فين كايرو تاور؟ قال له in the middle of Cairo، في نص القاهرة، next to the Nile، جنب النيل، ولما تروح هناك هتشوف هو مرتفع قد ايه. ادم سأل بابا هو ارتفاع كايرو تاور ده قد ايه؟ قال له 187 متر. ونوها قالت it is wonderful، ده رائع، هيكون فيو جميل جدا من فوق. يبقى احنا اتعرفنا هنا على اللوكيشن بتاع الكايرو تاور وعلى الهايت اوف كايرو تاور. Father said finally we will visit the Egyptian museum، في الاخر بقى هنزور المتحف المصري. It is one of the most famous museums in the world، هو من اشهر المتاحف في العالم. And it is located in Cairo، وموجود في القاهرة. The museum includes more than 180,000 artifacts، المتحف ده فيه أكتر من 180 ألف قطعة أثرية. آدم said I hope to be a tour guide to help tourists when they travel to Egypt to visit the interesting tourist places. آدم قال أنا أتمنى إن أنا أكون مرشد سياحي عشان أساعد السياح إن هم ييجوا مصر وإن هم يتعرفوا على الأماكن السياحية الممتعة اللي موجودة في مصر. يبقى احنا في القصة بتاعتنا النهاردة اتعرفنا على كم مكان سياحي، اتكلمنا عن الجيزة بيراميدز وقلنا ان هناك في 3 بيراميدز وفي سفنكس، صح؟ عرفنا ان الكايرو تاور موجود في نص القاهرة جنب النيل، وعرفنا ان طوله 187 متر. كمان تعرفنا على الايجيبشن ميوزيوم وعرفنا انه في اكتر من 180,000 ارتيفاكت. كل دي معلومات عن بعض الاماكن السياحيه اللي موجوده في مصر. تعال نشوف الاسئله. بوت ترو اور فولس، ذا كايرو تاور از لوكيتد ان ذا ميدل اوف كايرو، الكايرو تاور موجود في نص كايرو، ان ذا ميدل اوف كايرو، ايوه صح، نيكست تو النايل. The height of the Cairo Tower is about 170 meter. لا، 187 meter. The Egyptian Museum includes more than 180,000 artifacts. أيوة، المتحف المصري في أكتر من 180,000 قطعة أثرية. الدرس المرة دي صغير قوي، يتضمن بس المعلومات عن الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر وإزاي نفرق ما بين المكان السياحي والمكان الغير سياحي. أتمنى الدرس يكون سهل. لو في أي سؤال أو استفسار تقدروا تتواصلوا معي على كومنتس اليوتيوب أو على رقم الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. هشوفكم إن شاء الله الليسون الجاي مع ليسون 7.